السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الله يكرمك، الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال: بعض الناس يصومون سواء في الفريضة أو في النافلة ثم يعني ينسى أحدنا ويشرب أو يأكل، هل حكم الأكل والشرب في الفريضة يختلف ناسيا شيخي كريم أثناء الصيام يختلف عنه في النافلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة ذهب بالفعل بعض أهل العلم من المالكية إلى التفريق ما بين من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفريضة أو في صوم رمضان عمن أكل أو شرب ناسيا في صيام النافلة كصيام عرفة مثلا أو عاشوراء أو غيره من أيام الصوم التطوع. والحقيقة الحجة التي احتجوا بها هو ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واضح أن الحديث فيه قيد بأن هذا الحكم كأنه مختص برمضان. هذه الرواية اعتمدها بعض المالكية وبنوا الفتوى عليها في التفريق ما بين الناسي في رمضان أو الناسي في صيام التطوع. لكن جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية وكثير من المالكية أيضا، وهو مذهب الحنابلة، أنه لا فرق بين من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض عمن أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع، كلاهما الحكم فيه سواء. ليه؟ لأنه قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أبي هريرة أيضا، قال: من نسي وهو صائم حكم عام فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا السياق من حديث أبي هريرة هو المتفق عليه، وبالتالي من نسي وهو صائم لم يفرق هنا بين صيام رمضان ولا ما بين صيام التطوع، فكلاهما في الحكم سواء. لذلك أقول أن من كان صائما صياما نافلة زي صيام عاشوراء ولا صيام الأيام القمرية ولا صيام يوم عرفة ولا غيره من الصوم ثم أكل أو شرب ناسيا فإنما عليه أن يتم صومه وليحمد الله تبارك وتعالى فإنما أطعمه الله بهذا وسقه. لا فرق في هذا بين صوم التطوع وصوم الفريضة من باب أولى. بل إن بعض أهل العلم يقولون في التدليل على أنه ليس هناك فرق بين النافلة والفريضة، قالوا إن كان هذا الحكم لو سلمنا لبعض المالكية الذين خصوا بالفريضة، قالوا لو كان هذا الحكم خاص بصوم الفريضة فصوم النافلة من باب أولى، لأن صيام النافلة أهون من صيام الفريضة. فإن كان من صام الفرض فأكل فيه أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإن هذا من باب أولى يكون في صوم النافلة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما جاز في الفرض جاز في النفل من غير عكس. الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا من نعمة الله تبارك وتعالى، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. أنا لي صديق قال لي أمس وكان صائما عشرة يعني فطر فطار كامل وافتكر أنه صائم وهو قبل ما يشرب، قلت له طب كنت كمل يعني نسيانك يعني. هذا عليه أولا أن يتم صومه، هذا حدث بالفعل الحمد لله. ثانيا كنت سمعت هذه الكلمة من شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله،
كان يقول عادة الفقهاء يقولون فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إلا الشيخ رحمه الله كان يقول، سمعته يقول: أولا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ثانيا فليحمد الله أنه أطعمه وسقاه الحمد وهو صائم. جزاك الله خير. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا استاذ محمد. بارك الله فيك، معي سؤال. اهلا ومرحبا، هات السؤال تفضل. هل المعاصي تكون سبب في حرمان العلم والمذاكره؟ السؤال الثاني، ما هي شروط التوبه؟ شروط التوبه، حاضر. فمن الله يا استاذ محمد. معنا اتصال ثاني يا استاذ ايمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا استاذن حضرتك توطي التلفزيون اتفضل. عندي لمؤاخذه، عين انا مريض مخ واعصاب. شفاك الله وعافاك اخي الحبيب. ماشي. لمؤاخذه كان متامن عليا، وبعد كده طلعت عجز كلي، يعني ما ينفعش، ما اعرفش اشتغل بايدي، ما مش بقدر نعمل اي حاجه. يا رب يعافيك اخي الحبيب. ما دلوقتي التامينات طلعت لي مبلغ حلو، عايز احطه في البنك، هل يجوز ينفع؟ انا ما اعرفش اشتغل بيته خالص. انا ابشر شفاك الله عافاك. حاضر شيخنا يقول لك تعمل ايه. حاضر. في ديك سؤال تاني؟ شفاك الله عافاك. السلام عليكم. الاخت فاطمه. السلام عليكم. لا الاخ احمد الاول اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضل. ربنا يديلك. نرفع صوت يا اخ احمد من فضلك. انه ادخل ابنته مدرسه راهبات بحجه انها ان هذه المدارس، يعني مثل هذه المدارس، ان التعليم فيها بيبقى بخطوات، يعني السلام عليكم. ايوه هات السؤال. طب مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت عايزه اسال فضيله الشيخ، احنا اخوه في مدرسه ابتدائي، في الوقت بتاع الفراغ بنمسك المصحف بنقرا، يعني بنختم مع بعضنا جزء كل واحده ربع. فدلوقتي ينفع ان الواحده وهي حائض تمسك المصحف وتقرا فيه؟ حاضر. يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر. شكرا. سلام. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد، هل المعاصي تكون سببا، يعني في سبب حرمان العلم شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم المعاصي تؤثر على صاحبها تأثيرا سلبيا، فربما تقعد صاحبها عن العبادة. الرجل لما جاء يشتكي إلى الحسن البصري عليه رحمة الله أنه لا يستطيع قيام الليل رغم أنه يأخذ بالأسباب، يعني ضابط المنبه ومش عارف عامل إيه ومسوي إيه ونام بدري، ومع ذلك لا يقوم لصلاة الليل. قال له الحسن البصري عليه رحمة الله: أقعدتك ذنوبك، أقعدتك ذنوبك. والمعاصي تحرم الإنسان من النعم عامة. إن العبد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد لا يحرم النعمة بالذنب يصيبه. فإذا كانت المعاصي تحرم الإنسان من نعم الله عز وجل، تحرم الإنسان من نعمة قيام الليل، من صلاة الفجر، من المواظبة على الصلاة، من الرزق، من فهي أيضا من باب أولى تحرم الإنسان من نعمة العلم وتؤثر عليه بالسلب. ولذلك البيت الشعر المشهور عن الإمام الشافعي وهو يمثل حكمة في هذا المقام، شكوت إلى وكيع. نعم كان يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع. وكيع بن الجراح وهو أحد كبار أئمة المسلمين من أهل الشام، وهو شيخ الإمام الشافعي وأستاذه. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وإن كان الرواية فيها كلام،
يعني هي فيها كلام من ناحية النسبة، لكن العلم لا يهدى لعاصي، يحرم بركة العلم. لأن ممكن بعض الناس يستشهدون عليا الآن ويقولون طب ما في ناس مش مسلمين وفي ناس ما بيصلوش وعلماء في الفيزياء والكيمياء وتقدموا غاية التقدم. ما هو يا سيدي الحبيب، العلم النافع الذي ينفع دينه ودنياه على حد سواء، إنما هناك علم قاصر على نفع معين. فالحديث هنا عن العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان إنما في دينه خشية ودنياه على حد سواء. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. الواو هنا واو العطف، فعطف التعلم من الله عز وجل على أن يتقيه العبد ويخشاه ويتعبد له ويحسن توحيده واستقامته لله تبارك وتعالى. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء الذي يعني ذكره عنه القرآن الكريم، ألا وهو قوله: وقل ربي زدني علما. من الذي سيزيده ربه علما؟ المطيع المحسن ولا العاصي المسيء؟ أعتقد أن هذه نعمة يهبها الله للمطيع المحسن ويحرم منها العاصي المسيء. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بذنوبنا خيره وبركته ونعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. تفضلي يا أمي، تفضلي. دلوقتي أيوه وعليكم السلام. نوطي التلفزيون من فضلك، تفضلي. دلوقتي أنا زوجي بيدخن وبيقعد على القهوة. بيدخن وبيقعد على القهوة وبيلعب على المشاريب. فأنا طبعاً عندي بنات وما ومش عارفة يعني برضو المصاريف، فهو بياخد الفلوس دي ويروح يشرب بها دخان ويقعد على القهوة وحاجات من دي. فطيب أنا بقى باجي بالليل وأقوم أخدة من جيبه مثلا إيه 10-15 للبيت، يعني أنا ما بجيبش بحاجة بها لحد، بس للبيت علشان إن بنتي وليا ثلاث بنات وكده. فأنا مستحرمة وأنا بصوم وبصلي ومش عارفة، بصوم اثنين وخميس وبصلي. ربنا يتقبل منك يا أختنا. حاضر، واضح السؤال. حكم الفلوس العشرة جنيه والخمستاشر جنيه اللي حضرتك بتاخديهم من جيبه لنفقة البيت، حكمهم إيه؟ شيخنا يجيبك. في سؤال تاني؟ أنا بقيم الليل ب أيوه طب معلش، أنا بقيم الليل بعشرين آية من البقرة وتاني ركعة من الكهف، برضو 20 آية برضو من الكهف، وبقرأ في ثالث ركعة سورة الملك، وبعديها بقى سور صغيرة بس. نفس ده اللي بقوله كل يوم كل يوم، هم دول يعني أنا ما بغيرش، متكرر كل ليلة، ينفع؟ حاضر، ربنا يتقبل منك يا رب، في أمان الله. السلام عليكم. نعم فضيلة الشيخ، شروط التوبة، ده هذا سؤال الأستاذ محمد المتصل الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأخانا المتصل التوبة النصوح لله تبارك وتعالى. أمين. فإن الله عز وجل ندب أهل الإيمان خاصة إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس توبوا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن التوبة عمل صالح، وأهل الإيمان أولى بالعمل الصالح من غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق توبة لله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن عمر: إن كنا لنعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، أو كما قال في المجلس الواحد، يعني لو جلس معهم 7-8 مجالس على مدار اليوم، شوف كم يتوب وكم يستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى. بل هو الذي قال عن نفسه في حديث مسلم عن الأغر بن يسار رضي الله عنه: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. فنحن نرجو أن يكون أسوتنا في التوبة ومداومة المسلم على التوبة
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن للتوبة شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا العزم الأكيد على عدم العودة إليه أو إلى غيره من الذنوب مرة أخرى، ثالثا الندم على ما قد سبق أن وقع فيه الإنسان من المعاصي والذنوب، رابعا كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكثر الاستغفار أو يثقل الاستغفار والعمل الصالح ميزان الإنسان يوم القيامة فتثقل موازينه على موازين حسناته على موازين سيئاته. الشرط الخامس أو الركن الخامس من أركان التوبة إن كان هناك مستحقات أو ديون للناس سواء كانت أدبية معنوية أو كانت من باب أولى مادية نقدية، فلا بد أن يتحلل الإنسان من هذه الحقوق لأصحابها سواء كانت للناس أو سواء كانت هذه الحقوق لله تبارك وتعالى حتى تكمل التوبة. بمعنى اختلس مبلغا من زيد من الناس رد هذا المبلغ حتى تكمل وتتم توبتك. ما أنا هيعمل معايا مشكلة، ما هو مش لازم ترده بالطريق المباشر، خد طريق غير مباشر حتى يصل المال إلى صاحبه. طيب ده الدين مش للخلق، الدين لله تبارك وتعالى، بمعنى عليه الصلوات ما صلهاش، عليه زكاة لم يؤديها سابقا، عليه الصيام فاته أن يؤديه سابقا، ما دي ديون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا الله أو اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذه خمسة شروط للتوبة الكاملة النصوح، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه آمين. ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم تب علينا أجمعين، جزاك الله خيرا فضيل الشيخ شعبان درويش. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا أستاذ محمود. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ سؤال. هات السؤال الله يرضى عنك، اتفضل. حكم تدريس القانون، لا صوت بعيد قوي، ارفع الصوت. حكم تدريس القانون وفي كل جزئية مخالفة للشرع أبين أنها مخالفة للشرع. حكم ايه؟ تدريس القانون. تدريس القانون. تدريس. تدريس القانون؟ اه. طيب حاضر. كده يبقى في كده انا اديت عليها معايا من حق، اما اترك المجال كله. طيب. انت حضرتك محامي ولا طالب في كلية حقوق؟ مرشح يعني ان اكون معيد في الكلية. ما شاء الله، ربنا ينفع بيك. فعسلش يا حضرتك. ام حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعم، الحمد لله. اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيخ شعبان؟ الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يا رب. كنت عايزه حضرتك بس تدعي لي انا وزوجي، ربنا يصلح حالنا يا رب، وتدعي له ان ربنا يصلح حاله في شغله يا رب. معلش تعبك معانا يا شيخ، وربنا يبارك لك ويوسع عليكم وعلى المسلمين جميعا. في سؤال تاني يا ام حمزه؟ بس ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شيخ، بس تدعي له وربنا يبارك له يا رب ويخلي لينا يا رب. يا رب يحفظهم لكم يا رب. فامان الله. الاخ الحبيب مريض مخ واعصاب، شفاه الله وعافاه، كان مؤمن عليه وخرج من الشغل عجز كلي، التامينات انفقت له او اخرجت له مبلغا من المال، اين يضع هذا المبلغ وفي اي بنك؟ نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا نسال الله عز وجل ان يتم عليه نعمه الشفاء والعافيه، وان يجعل مرضه هذا كفاره لذنوبه ورفعا لدرجاته، وأن يرزقه الصبر والاحتساب والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فأنت بارك الله فيك يمكنك حتى تريح نفسك وتبرئ ذمتك من المحرمات بل ومن الأمور المشتبهة في المال أيضا، أن تضع هذا المال في أي بنك إسلامي عامل داخل بلادنا في مصر حتى تخرج من هذه الأزمة، أزمة الشبهات والمحرمات، وتبرأ بذلك إلى ربك تبارك وتعالى. والله أسأل أن يبارك لك في مالك وأن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام. طب أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم والله، اتفضل. والله يسأل لنا الشيخ، أنا عندي خمس أولاد. ربنا يحفظهم لك. وأربعة تزوجي. وعندي ولد يعني. أربع بنات وولد؟ أربع خمس أولاد وبنت. خمس أولاد وبنت. آه.
الاربعه اتجوزهم ما عدا ولد واحد. ربنا حضرتك ربنا يبارك. نعم. فالولد ده يعني اللي بيشتغل ونشتغل بيقول لي ما معيش فلوس وعايزين نجهز له الشقه بتاعته، عنده حوالي من 20 سنه وانا اصلا ما معيش فلوس، فهل احسن لو ما ساعدتوش مثلا؟ واضح الكلام. ومفيش معاك فائض تساعده يا عم محمد؟ نعم. حضرتك ما معكش فائض تساعد ابنك؟ مين؟ فائض مالي يعني. الولد؟ لا، حضرتك بتقول تأسم إن لم تساعده ولا تأسم لو ساعدته إن لم تساعده؟ لا لا، أنا دلوقتي على المعاش. على المعاش. ومعاشي حوالي من أكثر من 1500 جنيه. وهو عنده 20 سنة. وعمال اقول له يا ابني شوف معاك ايه عشان نساعدك في الجواز الشقه بتاعته معروف عملناها له، بس المشكله انه بيشتغل وما بيقولش معايا فلوس او معايا. واضح الكلام. حاضر يا عم محمد، ربنا يبارك لك فيهم جميعا. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا الشيخ، بارك الله فيك جزاك الله خير. قلت الشيخ احمد عاوزين كلمه من فضل الشيخ شعبان عن فضل الصحابه. كنت معانا من شويه صح يا استاذ محمد؟ سيدنا عمر بن الخطاب، لان الشيعه كثرون من فضل الصحابه. استاذ محمد انت كنت معانا من شويه، هات سؤالك. طب عاود الاتصال، الله يبارك في عمرك. نعم سيدنا وحبيبنا فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه. أمة الله، يبدو انها مجموعه من الاخوات مدرسات، كل واحدة منهم تمسك المصحف وتقرأ ربعا في أوقات الفراغ. لو واحدة حائض ما حكم مسك المصحف بالنسبة له؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق وأن يجعلنا وإياهم إن شاء الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وهذا خير لهن من أن يجلسن مجالس فيها القيل والقال، إنهم يستفيدوا بوقت الفراغ ما بين الحصة اللي شغالة والحصة اللي هي متفرغة فيها أن يمسكنا بالمصحف ويقرأنا كتاب الله عز وجل. وأما حكم إمساك المصحف للمرأة الحائض فقد اختلف فيها أهل العلم. أرجو أن هي تتمهل في سماع الإجابة، لأنه الأئمة الأربعة منعوا المرأة الحائض، الأئمة الأربعة مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة منعوا المرأة الحائضة من إمساك المصحف، لكنهم كالمالكية مثلا عندهم قول أنها إن أمسكت المصحف بحائل فهذا لا بأس به، وكذلك عند الحنفية، حتى إن الإمام أبو حنيفة يقول لو قلبت المصحف بعود، عود يعني على أساس يكون في حائل يعني. فأنا أقول الآن مذهب ابن حزم يسعنا في هذه المسألة، لا وهو جواز أن تمسك المرأة الحائض المصحف بحائل، تلبس القفاز الجوانت وتمسك المصحف وتقرأ، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة من المسجد اللي هي السجادة أو فرشة الصلاة، قالت يا رسول الله إني حائض، كأنها تحرجت أن تدخل المسجد وهي حائض، أو تحرجت أن تمسك بخمرة الصلاة فرشة الصلاة وهي حائض. الشاهد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، يعني حيضتك أمر كتبه الله عليك وليس فعل تفتعلينه أنت، وبالتالي أقول يجوز لأخواتنا وبناتنا أن يجلسن ليقرأن من المصحف ما تيسر لهم، سواء كانت المرأة متطهرة أو غير متطهرة كالحيض وغيره، لكن إذا كانت حائضا تلبس القفاز الجوانت بحائل يعني، تقرأ من المصحف إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا حبيب. ومساعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي حضرتك. عمي الشيخ، أيوة. عايز أسأل حضرتك سؤالين لو سمحت. تفضلي يا فندم. أنا لابسة النقاب يعني بقالي فترة، بس يعني جوزي مسامح لي إن أنا أقلع النقاب قدام أخواته اللي هم الصبيان وقدام عمامه، فهل ده يجوز أم لا يجوز؟ حاضر. وعندي سؤال تاني لو سمحت. اتفضلي.
حضرتك هو كان حالف عليا قبل كده يمين طلاق، وده يعني ايه قالوا لا ده يتحسب. وبعد كده كنا خارجين يعني في المرتين كنا خارجين وقال لي لا ما تخرجيش، وبعد كده قلت له عايز اخرج، وبعد كده حلف عليا يمين طلاق. قال ايه حلف؟ قال ايه يا مساعد؟ قال لي عليا الطلاق منك لا انت ماشيه دلوقتي. طب انت سالتيني نيتك كانت ايه؟ ما هو كان نيتك كانت ايه؟ ده قاعد جنبك. طب ما تخليه هو اللي يتكلم عشان هو اضرب نيتك. نيتك ايه يا ابو سعد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. معانا ولا لا؟ وراح فين؟ السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا، اتفضل يا ابو سعد. نيتك كانت ايه في الثلاث مرات؟ الو السلام عليكم، اتفضل اخي الحبيب. نيتك كانت ايه؟ السلام ورحمه الله. لا النيه ما كانتش نيه طلاق. لم تكن طلاقا. يلا خير ان شاء الله. طيب دول مرتين ولا ثلاثه زي ما بتقول اختنا مساعد؟ مرتين. مرتين. طيب شيخنا يجيبك. حاضر. في سؤال تاني اخي الحبيب؟ تمام. لله. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم. يا مرحبا. طيب نعاود الاتصال. سيدنا الشيخ شعبان زوجي بيقعد مدخن وبيقعد على القهوه وبيلعب العاب على مشاريب وبينفق يعني، والبيت محتاج، هي من وراه بتاخد 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه للانفاق على البيت، فما حكم هذا؟ نعم شيخي. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان ما تشتكي منه اختنا السائله من هذه التصرفات المشينه من الزوج اللي هو الدخان وهو من المحرمات، والجلوس على المقاهي وهو غالبا ما يكون في صحبة ليست على ما يرام، صحبة تعين على المعاصي لا تعين على الطاعة، اللعب على مشاريب فيه نوع من القمار والميسر والمخالفات الشرعية، فكل هذا كثيرا ما تشتكي منه بعض الزوجات. أصلح الله أزواجهن. آمين. وتاب الله عليهم وعلينا. آمين. أشك أن هذه كلها من الأخطاء والمحرمات، وعلى الزوج أن يبادر الاستماع إلى التذكرة حتى من زوجته أو النصيحة من زوجته فيقلع عما هو فيه. فالزوجة أحيانا تكون من حبها لزوجها خايفة عليه، حريصة عليه وحريصة على البيت، فتنبهه إلى هذا الخطأ، يعني بدل السهر على القهوة خليك في وسط أولادك، بدل الإنفاق على المشاريب والألعاب والكلام الفاضي ده، يعني لقمة تضعها في فيه امرأتك لك بها أجر عند الله تبارك وتعالى. فيعني ذكريه وانصحيه في هذا الأمر لعل الله أن يفتح قلبه وعقله يوما ما لكلمة من تذكرة أو نصيحة. أما ما تسأل فيه إن هي عشان بيصرف بره وينفق فهي بتاخد 10-15 من جيبه، أقول لك لا تفعلي ذلك. ليه؟ لأن أستاذ أحمد يمكن أن يكون هذا الزوج كبعض الأزواج يعني زي ما يقولوا إيه بعدد اللي في جيبه عارف فلوسه. طيب انا حاطط 50 لقاهم 40، مين يعني اللي هياخد الفلوس؟ يا البنت يا الولد يا الزوجه. فتضع الزوجه نفسها وتضع ولادها في موضع الشك والريبه وسوء الظن. طب لو هو بخيل على البيت؟ ما انا جاي لك. فبدل ما تشيلي من جيبه من غير علمه، لا بلاش انما يمكن ان نقول احنا عايزين النهارده خضار ب20 وعايزين زيت ب15 وعايزين سكر ب10، خدنا منه 50 صرفنا 30 35 شلنا ال15. ليه؟ لان هو دفع بارادته وعلمه في الحاله دي. غير ما هو حاطط فلوسه في جيبه وتاخد منها الزوجه من غير علمه فتقع الطوبه في المعطوبه يوما ما ويكون عدد فلوسه. ساعتها تضع الزوجة نفسها وتضع أولادها في موضع سوء الظن والريبة والاتهام، تحصل مشاكل اللي حصل لها، ولو اهتزت الثقة بين الزوج والزوجة في الموضوع القرش ستمتد اهتزاز الثقة إلى ما هو أسوأ من هذا. فأنت اتقي هذا الشر واعملي زي ما قلت لك كده، وفري من المصروف اللي هو بيدفعه، هنجيب ب30 ونوفر 10، نجيب ب40 ونوفر 15 وهكذا، هذا افضل بكتير. والله نعم. اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، تفضلي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا اللي سالت حضرتك السؤال امبارح وقلت لي هتجاوب عليه في اول النهارده الحلقه وما جاوبتوش. السؤال اللي هو
اللي هو بنت اخويا ارضعت طفل، فهل الطفل ده طب يتحرم هاتي على سؤال بنتي؟ تاني عشان انا كنت بتناقش مع الشيخ امبارح فيه. ابنة اخيكي ارضعت من؟ ارضعت طفل. ارضعت طفلا، تمام. فهل الطفل ده يتحرم على بنتي؟ يحرم على ابنتي. حاضر. وهل الطفل ده لو انا مثلا كانت بنت اخويا معايا وتعبانه وغيرت له الحمام وانا متوضيه انفقد وضوئي؟ حاضر. ماشي، جزاكم الله خيرا. واياك يا اختنا. السلام عليكم. اخونا عادل. طيب عاود الاتصال، بارك الله فيك. شيخي وحبيبي، أمة الله تقيم كل ليلة بنفس الآيات، الركعة الأولانية 20 آية من البقرة، الركعة الثانية 20 آية من الكهف، والثالثة وهكذا الملك، وهذا متكرر معها كل ليلة لا تغيره، بنفس الآيات وبنفس الترتيب. فما حكم هذه الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، عليه الصلاة والسلام. أقول لأختنا السائلة: كثر الله خيرك، أمين، وأكثر الله من أمثالك، أمين، أن تكون المرأة المسلمة حريصة على أن تقيم الليل ببعض ما تحسن قراءته أو حفظه من كتاب الله عز وجل. فنعم العمل ما تفعلين، خليك على ما أنت عليه، لأن هذا أحسن ما عندك، وهذا خير من أخرى لا تقيم الليل أصلا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يكتب لك الأجر، وأن يجعلك إن شاء الله عز وجل من القانتات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود، وإن شاء الله يكون دكتور قريبا كده في الجامعة، وعلى يعني مرشح يكون معيدا في كلية الحقوق. فما حكم تدريس مواد القانون شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، عليه وبعد، الصلاة والسلام. أقول للدكتور محمود إن شاء الله يكون دكتور المستقبل بإذن الله يا تعالى، يا رب. غيرك لا يصلح لتدريس القانون، يعني أنت أولى وأفضل من غيرك أن تدرس القانون. ليه؟ لأنك فاهم وبتسأل في الحلال والحرام، وأنت تعي أن هذا قانون وضعي، وأن عندنا إحنا كمسلمين شريعة كاملة سمحاء غراء أوجب الله عز وجل علينا أن نحتكم إليه، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، إلى آخر الآيات. لكن غيرك لا بيسأل في حلال ولا بيسأل في حرام ولا بيسأل في القانون ده وضعه إيه في الشرع، ولا فأنت أولى من غيرك في تدريس القانون. وزي ما ذكر في السؤال أخونا، هو في حاجات مخالفة للشرع محمود، أنه هو يعني لأنه هو فاهم ولله الحمد، شرح الله صدره وفقهه، أنه كل جزئية يجدها إن شاء الله مخالفة للشرع ينبي عليها، كأنه بيشرح قانون مقارن يعني، أو فقه مقارن. جميل جدا. وقد كان أساتذة أعلام أفاضل من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل، وكانوا أساتذة في كلية الحقوق، وكانوا يفعلون هذا، نعم، ولهم مؤلفات وكتب في المقارنة بين القانون الوضعي ومساوئه والشريعة الإسلامية ومحاسنها، ويدرس فيدرس وتدرس بهذا القصد وبهذه النية. نعم العمل ما أنت عليه وما أنت مقدم عليه إن شاء الله، ونرجو إن شاء الله لا ينسانا بدعوة من ظهر الغيب يا رب. إن شاء الله عما قريب نجد عضوا في هيئة التدريس بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، عليه الصلاة والسلام. أم حمزة تسألكم الدعاء بصلاح الحال لها ولزوجها بالعمل الصالح، وأن يرزق بالعمل، ولنا والمسلمين جميعا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد، نعم الزوجة ابنتنا أم حمزة. فين هي الزوجة النهاردة اللي بتطلب مننا ولا من غيرنا الدعاء لزوجها؟ ده يمكن بعضهن هي بنفسها يعني بتدعو على زوجها. فهذه أخت فاضلة وزوجة نحسبها صالحة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحاله، آمين، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أرزاقه، آمين، وأن يجعلنا وإياه من الصالحين، آمين، وأن يوسع علينا وعليه وعلى المسلمين، وأن يصلح أولادنا وأولادهم وأزواجنا وأزواجهم وزوجاتنا وزوجاتهم، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، عليه الصلاة والسلام. أستاذ جميل، السلام عليكم. أفندم، عليكم السلام وبركاته. أزيك يا مرحبا ده حضرتك؟ نعم والله الحمد لله، فضل الحمد لله يكرمك. بعد إذن حضرتك، معايا سؤال. يعني عندنا الشيخ، وإحنا مصلي الفجر، أيوة نعم،
مثلا يعني وانت واقف بتصلي بيجي مثلا بيروح يعطر الناس، يعني خد بال حضرتك هل ده يجوز؟ يعطر الناس اثناء الصلاه؟ اه بالمعطر كده يعني حط على ايدك كده من بره كده يعني وانت يعني بتصلي. انت بتصلي كده ويجي يحط عطر على ايديك؟ تمام تمام. اه هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ حكمه ايه؟ بصلي ان شاء الله، انا مصلي السنه، سنه الفجر يعني، مش في صلاه الجماعه. واضح ان ما هو اكيد لو الفريضه هيكون بيصلي معاكم الفريضه، ولا تبقى حاجه تانية دي. بالظبط بالظبط كده. مفهوم الكلام يا استاذ جميل. ماشي جزاك الله خير يا عم احمد. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصال اخر. من؟ اخونا ربيع، ما شاء الله جميل وربيع، حاجه حلوه. اتفضل. السلام عليكم. اخونا الاستاذ ربيع. ايه راح فين؟ طب هات. السلام عليكم. السلام عليكم. جميل استاذ ربيع. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ازاي حضرتك يا باشا؟ في نعم والله. هات السؤال اخر حبيب، بارك الله فيك. ازاي فضيله الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله الله يكرمك. كيف حالك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين الله يكرمك يا ابني. بعد اذنك يا استاذ احمد عندي سؤالين بس. نعم. السؤال الاول بالنسبه لصله الارحام. بالنسبه لايه؟ صله الارحام. هو قرايب اولاد عمامه واولاد عمامه وخلانه ومش عارف ايه والعائله، يعني كل ما اقرب من حد منهم واسال عليه واقرب منه يعني زي ما ربنا امرنا، فلاقي الواحد ايه بيبعد. فامي بتقول لي يعني مثلا اللي يسال عليك تسال عليه، اللي ما يسالش عليك تسيبك منه. فهل كده انا اللي يسال عليا يسال عليه، اللي ما يسالش عليا ما يسالش عليه كده، ولا انا اسال عليا اسال عليه وما استناش من حد حاجه؟ ما يسالش عليا ما اسالش عليه. طيب حاضر. في سؤال تاني؟ السؤال الثاني بالنسبه مثلا لو وقفت مع حد مثلا يقول لي انت كنت فين مثلا امبارح او الكلام ده، اقول له انا كنت سهران مثلا او كنت نايم بدري، يعني كنت رايح درس علم ولا حاجه. السؤال مش واضح معايا يا خبير. يقول لي انت مثلا صليت الفجر فين؟ قلت له انا صليت الفجر في المسجد اللي جنبينا. فقال لي اما انا اقول له انا صليت الفجر مثلا في الحته الفلانيه، يبقى كده في شبهه من شبه الرياء ولا؟ ايوه يعني كانك بتقول تبقى انا صليت الفجر وبصلي في المسجد وكده، فتبقى في والعياذ بالله رياء. طيب. السلام عليكم، ربنا يعافينا واياكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا، اتفضلي. عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. هو السؤال، يجوز ان المظلوم يدعي على من ظلمه ان ربنا يجعل جزاؤه من جنس عمله بجانب الحسبين يعني؟ يجعل جزاء من جنس عمله. حاضر. وبتحاسب برضك. السؤال الثاني، ايه معنى اسم الله الحق واسم الله الحكم العدل؟ الحق سبحانه وتعالى. اسم الله الحق واسم الله الحكم العدل، ايه معناه؟ العدل سبحانه وتعالى. الطلب الثاني من الشيخ، ندعينا ربنا بالصبر يعني يهدينا ويصلح حالنا. الدعاء بالايه؟ ربنا يصبرنا ويصلح حالي، يهدينا ويصلح حالي. يا رب يا رب. امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيدنا الشيخ، ما شاء الله أخونا الأستاذ محمد عنده 5 أولاد وبنت، تزوجوا جميعا أو 4 تزوجوا إلا واحد. الواحد ده عنده 20 سنة بيشتغل ومعوش فلوس، وهو عم محمد معاشه 1500 جنيه ومعوش يساعده، فهل يأثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا يعني من المعروف أن يعين الوالد ولده إن كان ميسور الحال. نعم. لكن إذا لم يكن الوالد أو الوالدة ميسور الحال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربما يقول هذا الابن الأصغر، طيب ما أنت ساعدت الإخواني وأخواتي الآخرين الكبار. نعم يمكن أن يكون ظروف الإنسان المالية في توقيت تسمح أن يعين أولاده، لكن بعد شوية أصابه من يعني البلاء ما أصابه، فلم يعد عنده الآن قدرة، لأنه الآن على المعاش والمعاش هزيل وضعيف. فحينئذ إذا كنت الآن لا تستطيع أن تعين هذا الابن، فاعلم أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما حاول أن تكون إلى جوار الابن بالموعظة والنصيحة، لأنه ابن أو شاب عنده 20 سنة وشغال ومعوش فلوس. ليه؟ يعني أين يذهب ماله؟ أين تذهب فلوسه؟ يعني هو اللي بيشتغل بيصرف بيه على نفسه؟ طب هو ده كلام؟
أمال أنت يا ابني نظرتك لمستقبلك إيه؟ يعني أنت إذا ما أعنت نفسك ربما لا يستطيع الآخرون أن يعينوك، فضع أنت أيها الشاب لبنة ربما يعان الوالد أو الوالدة فيما بعد أن يعينوك بلبنة أخرى، لكن اللي بتشتغل بيه تصرفه على نفسك كما يقولون، فيعني هذا من السفة وهذا من الإسراف، ونسأل الله عز وجل أن يعني يبصره بأموري آمين. وأن يصلح حاله وحال أولادنا وأولاد آمين. المسلمين آمين. وأن يغفر لنا ولك أنت أيها الوالد الكريم، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أم مساعد منتقبة ومن فترة الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل، لكن زوجها يسمح لها بخلع النقاب أمام إخوانه من الذكور وأعمامه، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة يا بنت الحلال، هو ده صح، إن من أخلاق وآداب النقاب أن تحتجب المرأة عن الأحماء. مين هم الأحماء دول؟ هم أقارب الزوج من الذكور، إخوانه، أبناء خاله، أبناء عمه، الشباب الذكور البالغين فما فوق، فالواجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عنهم، بل إن بعض أهل العلم يقولون إن الخطورة من عدم الاحتجاب أمام هؤلاء اللي هم من جوه البيت لجوه البيت أشد وأصعب من اللي بره، اللي بره يمكن أن يراها مرة ولا ترى ولا يراها طول حياته بعد كده لأنه عابر سبيل، لكن دول في البيت. عشان كده ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حموا الموت، أرجو أنها تسمعه، إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحمو، اللي هم أقارب الزوج، قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. فالواجب عليك أن تحتجبي عن هؤلاء حتى لو ترخص الزوج في ذلك، كوني أنت حرة وكوني سمعنا. أنت حريصة ونرجو أن تبلغه التذكرة وتبلغه النصيحة، فالزوج يكون أحرص على امرأته وأحرص على مرضات ربه وإعانتها على أن تتخلق بأخلاق الحجاب والنقاب من غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم سعد وأخونا أبو سعد سألناهم، هو ما كانش في نيته الطلاق وقال لها علي الطلاق منك مش عارف ايه، ما انت رايحة او ما انت كذا وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد اولا اقول لاخينا السائل ابو سعد بارك الله فيك، غفر الله لنا ولك امين، وسامحك وسامحنا الله عز وجل. هذه اليمين يمين خاطئة محرمة، لانها يمين او حلف بغير الله عز وجل، وإحنا كمسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بهذا الأدب، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله معصية وكبيرة من الكبائر، حرام، يأثم عليه الإنسان ويحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى، حتى لو حلف بالنبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، فهو نفسه اللي قال لنا لا تحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى، أو من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أول الأمر وأول النصيحة والتذكرة. أما عن إجابة السؤال، إذا لم يكن بهذه اليمين الخاطئة اللي هي عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، إذا لم يكن قصدك بها إيقاع الطلاق بالفعل، فإن شاء الله لا يقع به طلاق ولا يحسب به طلاق، إنما هنفترض إن الزوجة أوقعت اليمين علي الطلاق منك ما أنت رايحة عند أهلك وراحت، أو ما أنت فتح الشباك وفتحت، بعضهم يقول لها لو أكلتي ولا لو شربتي، أوقعت المرأة اليمين، يبقى نعمل إيه في الحالة دي؟ أولا حضرتك تتوب إلى الله عز وجل وتندم على هذه اليمين الخاطئة وتكثر من الاستغفار وتعزم عزما أكيدا إنك ما تكررش اليمين ده تاني. ثانيا إذا كانت المرأة الزوجة أوقعت اليمين، فالواجب عليك في هذه الحالة أن تكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا للإطعام، فإن لم تكن مستطيعا للإطعام فعليك أن تصوم 3 أيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وللتأكيد لم تحسب بهذه الطريقة طلقة، لا لا يقع به طلاق إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم، من معنا؟ طيب أمنة الله، هي سألت سؤال وبتسأله تاني النهاردة، أرضعت طفلا، أختها أرضعت طفلا، هل يحرم على ابنتي؟ ده الشق الأول من السؤال شيخي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد
السؤال اليوم أوضح من السؤال أمس، أو ربما يكون التبس علينا فهم السؤال أمس. فأنا أقول لأختنا السائلة: ابنة أخيك أرضعت طفلا فصار ولدا لها. خلينا نتصور أنه بنت أخوك يمكن أن تتزوج من ابنك؟ الجواب نعم، لأنها بنت خاله، مش كده؟ أيوة نعم. طيب بنت خاله، احنا كده بعدنا ولا قربنا؟ بعدنا. يبقى في الحالة دي لا يثبت بها تحريم إن شاء الله. فبنت أو الولد اللي أرضعته بنت أخوك صار ابنا لها من الرضاعة، وهو لا يحرم على بناتك لأن هم بعد، لكن يحرم عليها هي، إنما هو بالنسبة ليكي صار ابن بنت أخوك. بقى تمام، يعني بالنسبه لك انت حكم جدته، انت جدته يدخل عليك ويخرج، مفيش مشكله، لكن لا يحرم على بناتك ان شاء الله. لو هي غيرت له تتوضى ولا لا؟ ده السؤال الثاني. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الانسان عموما اذا اصابت يده نجاسه او اصاب ثوبه نجاسه، فكل المطلوب ان نزيل النجاسه بغسلها. فما عليك اذا كنت متوضئه وعملت كده إلا أن تغسلي يديك جيدا تطهيرا لها من موضع النجس من تغسيل الولد أو تشطيفه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا، نقطة التلفزيون ونتكلم من التليفون. وعليكم تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. أهلا بحضرتك، عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. انا لبست النقاب فتره طويله، وبعد كده حسيت بخنقه، يعني لبسته حوالي 8 سنين حسيت بخنقه وتعب، فقلعته من كام شهر اول الصيف. فانا دلوقتي مدمنه وخايف عايزه البسه، بس خايف اتعب تاني، يعني فمش عارفه اعمل ايه، يعني البسه ولا انا عليه وزر لو ما لبستوش. ده السؤال الاول. السؤال الثاني لو سمحت، يعني بردك عندي شلل بول بعد الحمام، بحس ان فيه كده احيانا المية بتنزل، فانا العطش بهتم، فمجرد ان انا بعد ما بتوضى برش بس كده المية في الملابس وخلاص، فمش عارفه الحكم ده صحيح ولا غلط. حاضر، شفاك الله عافاك. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. ازيك يا شيخ احمد؟ في نعم والله، جزاك الله خير، اتفضل. كنت عايز اسال الشيخ بالنسبه لمرات المنتقبه وترك الصلاه، تركها نهائي، وعايزه عايزه تبدا تصلي، وكل ما تبدا تصلي خطوه تلاقي اي حاجه منعها هيشيلها. هي ما شاء الله منتقبه، السؤال ايه يا استاذ محمد؟ فهي عايزه تعرف تعمل ايه عشان تتغلب على الحاجه دي. السؤال ايه؟ عايزه تعرف تتغلب على ايه؟ اخ محمد ومعايا ولا لا يا شباب؟ السلام عليكم. تعرف تتغلب ازاي على الحاجه اللي هي كل ما تيجي تخش على الصلاه تلاقي حاجه تحوشها تشدها لورا. يعني هي منتقبه وما بتصليش؟ هي منتقبه وللاسف حاجه بتمنعها عن الصلاه. طيب هدانا الله اياه. معنا اتصال تاني يا شباب. الاستاذ جميل، في هو شيخ عندهم في صلاه الفجر ما شاء الله، هم اثناء يعني صلاه السنه بيعطر اللي بيصلي السنه في ايديه كده، حكم ده ايه؟ نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اولا نقول له اللي هو الاخ اللي بيطيب الناس ده، جزاك الله خيرا انك تطيب اخوانك المصلين في المسجد، لكن لكل مقام مقال. لا تقطع علي صلاتي ولا تقطع علي خلوتي وخشوعي وتركيزي في الصلاة بأنك تيجي تطيبني أثناء الصلاة. يا حبيبي أصبر دقيقة ولا دقيقتين سأنتهي من صلاتي، أطيبني كما تشاء إن شاء الله، تطيب البدن كله، إنما لا تقطع على المصلي صلاته ولا خشوعه ولا تركيزه بين يدي الله عز وجل بأن تفعل هذا الفعل الذي يمكن أن تفعله إن شاء الله، إما أن قبل ما يدخل في الصلاة أو بعد ما يدخل في بعد ما يخرج من الصلاة. هذا خير لك، انشغل باللي جالسين طيبهم، لما يخلص الرجل ده الصلاة روح طيبه، ولا تفعل هذا أثناء صلاتي، لأن هذا الفعل بالفعل لا يجوز، لأنه شيء من قطع الصلاة على المصلي
والتشويش علي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عايز أسلم، كنت هسأل سؤال بس وقت البرنامج كنت هتشعب، نرجعها في وقت لاحق إن شاء الله. الأخ ربيع صلة الرحم، هو يصل وهم يبتعدون، يصل وهم يبتعدون، يعمل إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول للأخ ربيع هنيالك، هنيئا لك، ينفذ نظرية اللي يسأل عليها، الرحم حتى وهم يقطعونك. مش الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي قرابة، يعني من الأرحام، أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أنا كويس وطيب ومؤدب معهم وهم يغلطوا في، أنا أصلهم وهم يقطعوني، نفس الحالة هو. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول، لو أنت صادق يعني في اللي بتقوله ده، فكأنما تسفهم المل، كأنما تضع وتحشر في أفواههم الجمر والعياذ بالله، تراب ساخن، التراب الساخن الجمر. ليه؟ لأنك أنت أفضل منهم، أنت تصل وهم يقطعوا، خلي أجرك يتسع عند الله عز وجل وحسناتك تزداد على حسابهم. وبالتالي لا تتعامل بنظرية اللي يسأل في أسأل فيه، واللي ما أسألش في مش أسأل فيه، ولا اللي في اللي خلفوه، لا تفعل هذا. نعم. لأن هذا ليس وصلا للرحم. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ليس الواصل بالمكافئ. نعم. يعني إيه بالمكافئ؟ واحدة بواحدة، إنما الواصل الذي إن قطعته رحمه وصلها، لا يكون أحدكم مع، خد بالك الحديث ده أدق من المع، ليس الواصل بالمكافئ، اللي هم زاروه يروح زورهم واحدة بواحدة. أمال مين الواصل يا رسول الله للرحم؟ قال الذي يصل من قطعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأخ ربيع بيسأل، لو هو مثلا بيصلي الفجر ما شاء الله، ربنا يزيده ويحفظه ويثبته ويكرمنا يا رب بصلاة الفجر جميعا ويثبتنا عليها، لو واحد قال له أنت بتصلي الفجر فين؟ فقال له أنا بصلي في المسجد الفلاني، ده في رياء أو في شبهة رياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، أرجو أن لا يكون فيها إن شاء الله شيء من الرياء، لأنها إجابة لسؤال السائل وليس تكرما أو تفضلا أو ابتداء منك، على فكرة شيخ فلان أنا بصلي الفجر في المكان الفلاني، لا، دي يخشى على الإنسان منها أن يداخله شيء من الرياء. لكن ده الرجل بيسألك وأنت تجيب صلاة الفجر فين، لأنه إجابة السؤال إن شاء الله لا تكون فيه شبهة شيء من الرياء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل، هل يجوز أن يدعو المظلوم على الظالم ويقول اللهم يعني أعطيه من جنس، أو جزاءه من جنس ما فعل معي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طيب من خلينا أحسن على أدب القرآن الذي أدب الله عز وجل به المضطهدين والمظلومين من الصحابة رضي الله عنهم، مش أدب القرآن أحسن؟ أحسن من إيه؟ من هوى نفسنا، هوى نفوسنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ده عامل لكم عملة، ده مجهز لكم تجهيزة، ده هيدقوكم، ده هيدمروكم، ده هيهلكوكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه بقى؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على العالمين، أو على المؤمنين، على المؤمنين. فخلق القرآن إن إحنا نتأدب بهذا الخلق، بدل ما نقول ربنا ياخده، ربنا يكافئه باللي عمله فيه، ربنا يجازيه مش عارف إيه، لا، نقول أحسن حسبنا الله ونعم الوكيل، فنكل أمرنا وأمره إلى الله تبارك وتعالى، ونستعين بالله لدرء شره عنا ومفسدته عنا، هذا أفضل بكثير من أن نطاوع هوى أنفسنا وندعو عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الدعاء لها بالصبر وصلاح الحال،
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، أمين. وأن يهدينا إن شاء الله ويهديها إلى ما يحبه ويرضاه، أمين. وأن يلهمنا وإياها الصبر والرضا والاحتساب والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله لبست النقاب فترة والآن خلعته لضيق لخنقة، هي ندمانة دلوقتي وتريد لبس النقاب مرة أخرى، ولكن تخشى أن تخلعه مرة ثانية، فهل عليها وزر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة الله يسامحك، بقى إحنا ما بنصدق أن نتقدم خطوة إلى الله عز وجل، والإنسان يتشبث بطاعة من الطاعات ربنا يوفقه إليها، فبعد أن يوفقنا الله عز وجل وتلبس النقاب نرجع خطوة تاني للخلف وننفض أيدينا من طاعة اللي هي النقاب، وربما تكون هي سبب النجاة ليك عند الله تبارك وتعالى. مش أهل العلم بيقولوا يا أستاذ أحمد لا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا، لأنه لا يدري بأي معروف أو طاعة يغفر له، ربما يكون سبب المغفرة ليك النقاب. خلاص هنقفل الصفحة الماضية، بارك الله فيك وسامحك وسامحنا الله تبارك وتعالى، لكن مش بفكر أرجع له وخايفة، لا، ده احنا الآن دلوقتي استعيني بالله عز وجل، وقومي حتى لو انت جالسة في البيت، ادخلي على غرفتك ودولابك وأخرجي النقاب وارتدي النقاب حتى لو انك جالسة في البيت، عشان نخزي الشيطان ونرغم أنف الشيطان اللي عمال يوسوس لها، أصلا أنا خايفة أرجع فيه تاني، أصلا أنا كذا، هذه وساوس من الشيطان يثبطك ويعني يبعدك عن هذه الطاعة الطيبة الجليلة التي تصونك وتحفظك. فبادري بارك الله فيك إلى إصلاح ما كان بينك وبين الله، والآن ارتدي النقاب، وإن شاء الله عز وجل يكتب لك أجره عند الله عز وجل، ولعله أن يكون سببا لمغفرة الذنوب عند الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شفاها الله وعفاها، سلس البول بعد كل يعني خلاء بترش الملابس الخاصة بها، فما حكم الوضوء وحكم هذا الرش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني أقول لأختنا السائلة ليس هناك ما يدعو للغلو أبداً، الأمر إن شاء الله عز وجل كما قال الله تعالى ليس على المريض حرج، والله ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أنت الآن مريضة، نسأل الله لنا ولك الشفاء ومرضانا ومرضى المسلمين. ومعروف أن سلس البول أو انفلات الريح عذر من الأعذار، الإنسان فيها يمكن أن يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى ورخصة نبي عليه الصلاة والسلام. تعملي إيه حضرتك إذا أردت الصلاة؟ لو هتصلي دلوقتي حضرتك تدخلي إلى حمامك ومرحاضك وتستنجين الاستنجاء الطبيعي العادي، وسيبك لرش ماء ولا غيره، وخروجي من هذا الاستنجاء إلى الوضوء، ومن الوضوء إلى الصلاة مباشرة، صلي فرضك وما يتبعه من نوافل تطوعات وسنن، وبارك الله تبارك تعالى فيما رزق، واسأل الله بعد ذلك القبول. لكن ليس عليك أن تتكلفي رش ومش رش والكلام ده، ولا تبرحي الدعاء لله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، فإن الدعاء إن شاء الله عز وجل يمكن أن يكون نافعا في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير للأخ محمد، زوجتي منتقبة ولكنها لا تصلي، كلما أرادت الصلاة منعها مانع، فما حكمها وماذا يفعل معها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا المسؤول عنها، يا أمة الله اتق الله يا أيها الأخت المسلمة، الذي يمنعك ويمنعنا جميعا أن نصلي، لا عايزنا نصلي ولا عايزنا نصوم ولا عايزنا نذكر ربنا ولا عايزنا نعمل عمل من أعمال الخير، هو من ده؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو شايفك راح تصلي فيوسوس لك ويشغلك بالشيء الفلاني والشيء الفلاني والمطبخ والولاد والمكوى إلى آخره، وإحنا اللي بنتمادى مع الشيطان في هذه الوساوس والمشاغل اللي عمال يخلقها لينا من كل واد عميق. فاتق الله عز وجل، ارغمي أنف الشيطان، اخزي الشيطان كما يقولون، واعلمي أن الصلاة فريضة من فرائض الله، ركن من أركان الإسلام،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ترك الصلاة والانشغال عنها والإهمال فيها. فده شيطان يا بنتي، اخزيه وقومي فورا فورا عند سماعك الأذان للوضوء ثم الصلاة، وسيب الطبيخ على النار، وسيب الولاد يلعبوا ولا يناموا، وسيب المكوى، وسيب كل شيء. ليه؟ لأن الصلاة حضرت، والله عز وجل جعل لنا نداء للصلاة، الله أكبر الله أكبر. يعني إيه الله أكبر؟ يعني أكبر من المطبخ، وأكبر من الغسيل، وأكبر من المذكرة، وأكبر من الزوج، وأكبر من الانشغال بالأولاد، وأكبر من الأب والأم. إذا حضرت الصلاة دعي كل ما يشغلك عن الصلاة وتوضئي. لو خزيت الشيطان وهزمتيه مرة واثنين وثلاثة هيفوق ويعرف انك بقيتي قوية وحريصة على دينك، فسينصرف عنك هذا الشيطان. انما انت فاكرة ايه اللي بيمنعك يعني من الصلاة؟ ايه يعني اللي بيمنعك من الصلاة؟ عفريت يعني مخصوص ليكي؟ ابدا، هو الشيطان اللي بيمنعك وبيمنعني وبيضعفني ويضعفك. هو طريقتنا في مجاهدته إرغام أنفه بطاعة الله تبارك وتعالى والمصارعة والمبادرة. نسأل الله عز وجل أن يخزأ هذا الشيطان، أن يخزي هذا الشيطان، وأن يرغم أنفه عنك وعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحبب إلينا الصلاة والهداية والطاعات. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بس بتشيل الفيشة بتاعت المكوى قبل ما تروح تصلي عشان ما تولعش في الدنيا. ايوه، وتطفي البوتاجاز. وتطفي البوتاجاز. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، عشان الاكل لا يتحرق ولا حاجه. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، اسال الله عز وجل القبول والتيسير. غدا 13 من هذا الشهر الطيب المبارك، 13 14 و15 لمن أراد أن يستزيد من الفضل في هذا الشهر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما لا تعلم.